بسم الله الرحمن الرحيم. تدريب شوتينج يعني أدوات مساعدة قليلة. رقم واحد يعمل القفزات الزوجية على موانع واطئة، ثم يركض على السلالم الأفقي، ثم يستلم كرة من لاعب ستة حال انتهاء من السلالم الأفقي، يلعب مناورة إلى الحمد لله أربعة وأربعة، يلعب إلى تسعة وتسعة يهيئها إلى ستة بالمربع اللي فيه ستة، ستة يدهرج داخل المربع على يسار المربع ويصوب على المربع، فيما تسعة واللاعب واحد يعملون متابعة الكرة المصوبة على المربع. هذا أحسن تمرين يوضح موضوع الريباوند، أي الكرة الراجعة للكرة الثانية، يسموها السكند بول أو أن يسميها الريباوند كما اعتاد يعني المدربين على تسميتها. الريباوند هي كرة قد ترجع من حارس المرمى، قد يصدها حارس المرمى وترتد من عنده، قد ترتد من العمود، قد ترتد من العارضة، فيجب على اللاعبين اللي حول منطقة التصوير أن يتابعون الكرة المصوبة من اللاعب رقم ستة. أنا مفهومونك، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية، وصلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. مع السلامة.